السلام عليكم وعليكن وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعات ومتابعي قناة مروكن كريم تي في جريمة المغربية، متابعيها الأوفياء ومتابعاتها الوفيات في المغرب وخارج المغرب ومن مختلف الأعمار، وشكرا جزيلا على وفائكم ووفائكن. وبلا شك في هذا الفيديو غادي نرجع لواحد القصة وقعت هذه الشيامات ودابا عاد بانت الحقيقة فيها. بلا شك راكم مازالين عاقلين على ديك الجثة ديال شي بنت عشرينية كانوا لقاوها في بداية شهر يوليو 2022، لقاوها في واحد المنطقة سميتها المكرونات، وهي تابعة إداريا لجماعة اثنين أكلوا بتيزنيت. كانوا لقاو الجثة ديالها بعد ما كلات الكلاب جزء منها، ودابا تقريبا هذه شهرين باش لقاوها، وعاد لقاو اللي قتلها ودار فيها هذيك الحاله مسكينه الله يرحمها. الجثة لقاوها في بدايه يوليوز، وبقات الابحاث مفتوحه حتى الجمعه 3 سبتمبر 2022، عاد شدوا اللي قتلها بعد مده ملي كانوا شدوا شي جوج الاشخاص كانوا معاهم في ديك الوقيته وما بلغوش، وكانوا تحالوا على النيابه العامه. البنت لقاوها مقتوله في ديك البدايه ديال يوليوز، مقتوله ومرميه، وتبين بعد البحث انها كانت كتسكن في واحد الحي مركز جماعه تفراوت، وتبين ايضا باللي الموت ديالها ما كانتش عاديه، وكونها مقتوله ومرميه تماك لكن شكون قتلها وعلاش وفوقاش. هذه الاسئله اللي حاول او بقى الجواب عليها معلق، وحاولوا المحققين باش يجاوبوا عليها باقصى سرعه. في ديك الوقت اللي لقاو الجثة كانوا جاو العناصر ديال لابي جي ديال الدرك والشرطه العلميه والتقنيه، جاو لعين المكان في لقاو الجثة، صوروها، داروا محضر معاينه على الحاله اللي لقاوها عليها، وبدا البحث على شكون اللي قتلها. البنت تهزت لامورك المستشفى الاقليمي ديال تيزنيت باش تشرح بناء على اوامر الوكيل العام. البنت ملي لقاوها ما تعرفوش على الهويه ديالها، حيث كانت مشوهه الملامح بعد ما نهشت الكلاب والضاله جزء من الجسم ديالها، الوجه وما الى ذلك. هذا الشيء قبل ما تقود الخبره والتحاليل لدين الى تحديد الهويه ديالها ويعرفوها وهي شابه عشرينيه من منطقه تفراوت. الغموض لف ظروف وملابسات القتل ديالها وكذا الأسباب، والبحث انطلق وتركز بالضبط في البداية على المحيط ديال الضحية، وخطر البحث ثمر وبين شكون قتل، وكما كيقولوا الروح عزيزة عند الله والقاتل يبان يبان شحال ما طال الزمان. شكون اللي قتل البنت إذن اللي كانوا لقاو الجثة ديالها بمنطقة المكرونات؟ خليكم معنا ما تقلقوش، ما تمشيو فين، ديروا يديكم معنا، تبعوا الفيديو حتى الاخر، ونتمنى باش نقدموا لكم المعلومات الكافيه بخصوص هذه الجريمه. المهم الجدرميه ديال المركز القضائي بتيزنيت هما اللي كانوا مباشرين الابحاث، وهما اللي اكتشفوا القاتل، ونهار الجمعه 3 سبتمبر 2022 شدوه وداروه في الحراسه النظريه، واليوم الحد 5 سبتمبر 2022 حالوا على الوكيل العام باش يتخذ القرار القانوني في حقه، ودابا راه في الحبس في انتظار الشروع في المحاكمه ديالو. الجدرميه شخصوا الهويه ديال القاتل بعد ابحاث وتحريات طويله، وبعد ما كانوا شدوا ديك الجوج كما قلت عرفوه شكون هو وفين كيكون، ونهار الجمعه مشاو جابوه، شدوه في واحد البلاصه خاويه موجوده في تراب جماعه وجان، وتماك فين كان مخبي من اللي قتلها وهرب بوجهه مجهوله، خاصه من اللي عرف باللي ديك الجوج اللي كانوا معاهم راهم تشدوا وتم التقديم ديالهم بعدم التبليغ عن الجنايه. الجاني هو واحد الشاب في الثلاثينات من عمره، كان حاضر من واحد المنطقه سميتها تدوارت ضواحي تيزنيت، وماشي هو بوحدو اللي تشد، حتى شي واحد اخر شريك ليه شدوه جدرميه. هالشخص الثاني هو قراب، شدوه في دارو بالمدينه القديمه ديال تيزنيت، وحزوا عنده واحد الكميه كبيره من مسكر الحياه معدل الترويج، المحيه كان باغي يبيعها للناس اللي مبليين كتشرب المحيه. المهم المتهم الرئيسي سميتو تخنزيره، شوفوا على كنيه، وهو واحد من الشباب المنحرف بالمنطقه،
كانت عنده علاقة مع الضحية، حتى هي كيلقبوها بتيتي. لكن كيفاش حتى تشد؟ كيقولوا باللي شي سارح راعي غنم في واحد الغابة مجاورة لديك الجامعة اللي درس عليها، هو اللي تقدم شكاية للمصالح الأمنية، كيقول فيها باللي شي وحدين تعرضوا ليه في الغابة فين تشد المتهم، وبغاو يسرقوا ليه القطيع. والبحث في هذه النازلة هو اللي وصل المتهم الرئيسي بقتل ديك البنت العشرينية الله يرحمها. المتهم اللي تشد وبعد التنقيد ديالو بان باللي راه مبحوث عليه وطنيا على خلفية الجريمة القتل للبنت وتشويه الجثة ديالها، حيت كما قلت سابقا سبق الجوج دراري تقدموا النيابة العامة وكانوا اعترفوا باللي هو اللي قتل البنت وباللي كانوا معاه، لكن ما بلغوش خوفا منهم هما اللي كانوا معاه في ديك الليلة. لكن كما قلت ما بلغوش ظلمية بالشي اللي وقع، خلاو البنت تماك سمحوا فيها حتى كلاو الكلاب لحمها ولقاوها الناس اللي كانوا دايزين من تماك بالصدفة، وبلغوا السلطات والمصالح ديال الطارق. البنت اللي كنيتها تيتي كان عندها علاقة عاطفية مع هاد الشاب المنحرف اللي سميتو تخنزيرة، وفي ديك النهار تلاقاو سكرو وكانوا جالسين تماك، وتطور الأمر بيناتهم خاصة من اللي يلعب الشراب بدماغهم تطور إلى نزاع. هادشي قبل ما يضربها ضربة قاتلة خلاها تماك كتلفظ الأنفاس ديالها، وخاصة بعد ما تيقن أنها مستحيل تعيش حد ضربات الجزازة في الراس. هادي حتى الجوج من اللي كانوا معاه ما بلغوش، هربوا تاهما ما بلغوش. والشخص الآخر على استشهاد حيث هو اللي بعليهم المحيا الشراب، وهو السبب الرئيسي في وقوع هاد الجريمة ديال القتل ديال ديك البنت مسكينة اللي سمحوا فيها في الغابة حتى لقاوها الناس. نتمنى باش نكون عطيتكم المعلومات الكافية بخصوص هاد الجريمة اللي تم الاكتشاف ديال القاتل بعد شهرين تقريبا من وقوع الجريمة والعثور على الجثة. نتمنى ايضا باش نكون دوما عند مستوى التطلعات ديالكم باش نقدموا لكم محتوى فيه معلومات على الجرائم اللي كتوقع، والله يبعد الشوك من طريقكم، والله يبعد كحل الراس وبنو أذى من طريقكم. وشكرا جزيلا على حسن الاهتمام ديالكم بشي اللي كتنشروا قناة موروكون كرايم تي في الجريمة المغربية. ونتمنى باش نكون دوما في مستوى التطلعات، وإلى فرصة لاحقة دمتم أوفياء للقناة ودامت أفراحكم ومسراتكم، والله يبعد عليكم كما كنقول دائما بنو آدم.